كيمتات ديالنا وليدات المدرسة ديالنا سوالي في مختلف الأسلاك، كيفاش نخليو من هاد وسائل التواصل الاجتماعي واحد ماشي مساعد ولكن واحد المحور من محاور إثبات كل ما يمكن أن تنتجه المدرسة العمومية، وأيضا أن تكون هذه الوسائط واحد الوسيلة لتعزيز مختلف المناحي والمراقي نتاع الشخصية نتاع التلاميذ ديالنا. كنشوفوا بأن كاين مثلا اللي كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام يوتيوب دابا تيك توك، هاد الأربعة نتاع المنصات، وكنشوفوا الحضور نتاعنا حنا، حضور ديال التلاميذ، الحضور نتاع الأساتذة والأستاذات، الحضور نتاع المؤسسة في شخصي المدبرين تاع المؤسسة، يعني مدير والطاقم الإداري اللي كيديروا دي باج سواء فيسبوك سواء في انستغرام باش يعرفوا بالخدمة اللي كدار على مستوى المؤسسة. كنشوفوا بأنه مازال محتشم جدا، والحضور الآخر نتاع التلاميذ نتاعنا هو حضور استهلاكي في مجالات أخرى غير المجالات اللي يفترض أننا نكونوا حاضرين معهم تما باش نلقاوهم بعدا معنا تما. للأسف التلاميذ والتلاميذ ديالنا كيستهلكوا محتويات أخرى، وهذه المحتويات الأخرى ماشي دائما كتكون سليمة، ماشي كتكون دائما بناءة في كثير من الأحيان، وللأسف الشديد خاصة وأن ذاك المناعة النفسية والمناعة البسيكوذهنية مازال ما نضجاتش عند التلاميذ والتلاميذ ديالنا. دونك خصنا نخدموا في هذا الاتجاه. هذا هو السؤال اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليه، ماشي اليوم ولكن تلقى من أسئلة أخرى اللي ممكن غطرحوها أنتم أيضا، سواء كل واحد مع راسو، سواء اللي غادي يوقع نقاش تداول حول مخرجات نتاع هذه الندوة. كنتكلموا على التواصل، كنتكلموا على وظائف، ياك كاين وظيفة تعليمية تلقينية، كاين وظيفة إخبارية، كاين وظيفة فيها الأخذ والرد، وكاين واحد الوظيفة واحدة أخرى نتاع كنعطيو الفرصة لوليداتنا فين يثبتوا ذاتهم. وهنا غادي نمشي واحد المستوى شوية عنده علاقة مع ما يحدث في هذه الأيام الأخيرة. لاحظنا جيدا في كأس العالم كيفاش أنه المنتخب المغربي وكيفاش تم الاحتفاء بدوك الأبطال، وغادي تعرفوا بأن ذاك الأثر اللي كاين عندك الأبطال وصل لفئات أخرى، وصل البارح للفئات ديال أقل من 17 سنة وهما تلميذات بالمناسبة، وأكيد أنه غادي يستمر هاد لاطاش جبيل غادي تستمر غادي يبقى. فنجيو قبل اسبوع استقبال ملكي لواحد جوج نتاع الشخصيات اللي شرفات البلاد. اكيد هاد الاستقبال الملكي وهاد الاحتفاء اللي وقع من طرف المغاربه بهاد جوج شخصيات غادي يكون عنده اثر. الصوره مهمه جدا، تخيلوا معايا كيفاش غيستقبلوها وكيفاش استقبلوها التلميذات اللي معنا هنا ولا كاع التلميذات ديال المغرب كامل، الوليدات نتاعنا في مختلف المؤسسات، كيفاش كيشوفوا ان الاحتفاء والفرحه بواحد الشخصيه معينه اكس في المجال نتاع الرياضه، في المجال نتاع الاختراع والابتكار، في المجال نتاع تحفيظ القران الكريم ولا التجويد ولا الرياضيات ولا الشطرنج ولا مختلف، هنا كنخليو عند وليداتنا ذاك الامكانيه ديال انه راه كاين فين نثبت ذاتي بلا ما ندير شي حاجه اللي خايبه، بلا ما نمشي ندير البوز باد بوز كما كيتسمى البوز السيء، ولا الترجمه هذه عبيطه ولكن معليش قبلوها مني اللونجلي ديالي شويه صعب. دونك هنا كما قلت المدرسه مطالبه بانها تخلق عند هاد التلميذات ذاك الامكانيه ديال اثبات الذات. واستحضر هنا الحضور ديال واحد الشابه البنت ديال واحد الصديق ديالي عزيز عليا بزاف وهو استاذ معكم هنا في العريش، عندها واحد الحضور جميل في مواقع التواصل الاجتماعي خاصه في منصه انستغرام، كان ما بغيتش نقول سميتها باش ما نحرجهاش، ولكن الابداع ديالها والطريقه باش كتكتب والفنيه ديال الكتابه والجماليه ديال الكتابه، وهي تلميذه في الثانوي وهي حاضره معنا في القاعه. احلام اليزيدي. انا قلت احلام اليزيدي نضيع احلام. فقلت يعني هذا الاحتضان اللي ممكن يوقع لهاد التلميذات بهذه الطريقه هذه غادي يخلي وحدين اخرين كما قلت يتلمسوا ذاك الامل في انهم يقدروا يديروا شي حاجه، يقدروا يثبت الذات.